بالمناسبة ديال اليوم العالمي للسرطان، كنبغي يعني نوجه يعني الرأي ديالي بخصوص هاد المرض العويص اللي صراحة أثر في بزاف ديال الأطفال وبزاف ديال يعني ديال الفئات العمرية، للأطفال للشباب لا يعني المسنين. وكرسالة اللي كنبغي نوجهها أنهم أولا يعني المسؤولين يعني يحطوا الأنظار على هاد المرض هذا، ويحاولوا ما أمكن أنهم يعتنيوا بهاد الأطفال اللي مصابين بهذا المرض، يوفروا لهم يعني الأدوية الكافية، ويعني يوفروا لهم كاع الاحتياجات اللي ممكن أنهم يحتاجوها، لأنه فريمون هاد الأطفال هادو راهم كيعانيوا بزاف، لأن هاد المرض ديال السرطان يعني كيأثر بزاف، ويعني كيعطي واحد الألم اللي هو كبير. وكنتمنى من المسؤولين أنهم يعني يعتنيوا بهاد الفئة هادي، ويعني وجدوا يعني كافة الأدوية الخاصة بهاد الناس هادو ويعتنيوا بهم. كنتمنى الشفاء العاجل من هاد الأطفال المساكن، وكنوجه رسالة للدولة من أجل استثمار وبناء مستشفيات متخصصة من أجل مساعدة هؤلاء الأطفال. بالنسبة لهاد الأطفال المساكين اللي مرضين بالسرطان، صراحة هما بحال نقول لك جاهم واحد الابتلاء وهم صغارين، يعني اللي كيشوفوا راسهم خصهم يسارعوا باش يعيشوا على الحياة. وأنا بغيت نقول لهم يعني أنهم كما تينا بديتي خصك تكمل تستمر تحاول تصارع، لأن الحياة واحد الحاجة اللي كتستاهل أنك تصارع باش تبقى فيها. وصراحة هي صعيبة وانتم صغارين هيدا، ولكن يعني حاول تحافظ للحياة، الحياة واحد الحاجة عنده حق قيمة مزيونة بزاف. واللي كنشوف حنايا في المغرب كاين واحد الإهمال كبير، حيتاش هاد الناس هادو مساكن كتجبر أغلبية الناس اللي مراضين أو مصابين ما عندهمش إمكانيات مادية ولا والديهم باش يعاونوهم، كتجبر والديهم عندي من أكثر من اللي هما كيبغيو يعاونوهم، ولكن ما كاين حتى حاجة يعني اللي تعاونوهم، ما كاين لا مؤسسات لا حتى حاجة. وزعما كنتمنى من الناس اللي مسؤولين يقدروا يعدلوا شي مؤسسات ولا يعاونوهم غير ماديا بأبسط زعما، غير يعاونوهم معنويا بكلمات ولا أي حاجة. وشكرا. نتمنى من المجتمع والناس أنهم يتعاونوا مع الناس بتوع السرطان أكتر، كنعمل مستشفيات وبتبرعات وكده زي اللي عندنا في مصر 57-357، وبنتمنى لهم الشفاء العاجل الصراحة للمجتمع ده، لأن هو يعني بشر زينا لكن بشر مبتلى، إن شاء الله ربنا يرفع عنه الابتلاء، ونتمنى لهم الشفاء العاجل في اليوم العالمي للسرطان، ونتمنى ان الناس توعي اكتر للسرطان، والدوله انها توعي امراض السرطان والحاجات اللي بتؤدي للمرض ده. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.